السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي نكمل الأمثلة في تشابتر 7 بخصوص إجهادات الانحناء The Bending Stresses in Composite Beams بالبيم المركب، يعني مركب من أكثر من مادة. نجي على هذا المثال For the beam shown below. Example 746 For the beam shown below. هذا الموضح بالشكل التالي. Beam هذا السكشن مالته مكون من بليتين ستيل فوق وجوا بنصهم خشب، وهاي الأبعاد موضحة قدامكم. Draw bending moment diagram along beam. Draw stress distribution due to max positive moment only where E الإي مالود 14 كيلو نيوتن بير مليمتر مربع، والإي مال ستيل 210 كيلو نيوتن بير مليمتر مربع. يعني شو يقول لك؟ يقول لك رايد منك هذا السؤال مطلبين: رسم توزيع عزوم الانحناء حول البين، ورسم توزيع الاجهاد فقط بالنسبة للاجهاد الموجب اونلي، اجهاد العزم الموجب اونلي فقط. نعطيك الايمال الود والايمال الستي. ونعطيني هذا المقطع وهذا البيم، بيم مسند اسناد من نافكس من الصفحة الثانية هنج وبي انترنال هنج. طبعا انت قبل كل شيء سوي له تحليل، معطول عندك انترنال هنج افصله، من راح تفصله اشتغل بالجزء البي رياكشنات اقل، هذا حللته طلعت الرياكشنات مالته، انقل هذا الرياكشن الى الجزء الثاني لان مشترك بس باتجاه معاكس. الار سي طلعت الار سي، طلع عندي الار اي وطلع عندي المومنت. ارسم المومنت، انا يهمني المومنت دايجرام من الشير، انا ارسم الشير وبعدين المومنت. اللي يهمني المومنت دايجرام ناي صعد، تلاحظون صعد 50 نزل لهنا، نزل لقيت 50 هنا، نزل 20 وصل هنا قيمته 20، نزل 20 المفروض للأسفل، صعد 20 نازل 20، وهنا للأخير لازم يصعد 20 حتى يصفر. أرسم مخطط العزم، بعد ما أرسم مخطط العزم من عنده أطلع، شوفوا هنا هاي ما أعيدها، ما أطرق لها لأن تعرفوها المفروض شلون تحلل وتطلع الرياكشنات والمومنت. بالسوميشن مومنت حول الاي، هنا ماخذ فاصلة، ماخذ سوميشن مومنت حول الاي وحول ال سي. الشير بهذا الشكل طلع لي، من الشير اطلع المومنت، المومنت ايش عندي بالمومنت؟ هاني اللي يخدمني المومنت، لان احتاج المومنت بالتحليل مالتي. المومنت بالاي سالب 40 كيلو، بالبي من اللي نرسمه هنا المومنت راسمه بطريقة ال مومنت ديستريبيوشن ميثود، يطلع المومنت نعتمد الرسم او بالرسم شلون قلنا نعتمد على الشير. الشير هو مساحة المومنت، هو مساحة الشير. زين، وابدي منين؟ ابدي بعد ما حللت ايش قد طالع لي المومنت هنا بالفيكس سبورت 40 بالسالب، يعني ابدي بالسالب اصعد ما طول عندي الشير مثلث، اذا المومنت يكون كير، اصعد بقيمه ايش قد؟ احسب نصف في القاعده في الارتفاع، نصف بس هنا سالب 40، نصف في القاعده في الارتفاع ايش قد يطلع؟ المهم تطلع القيمة هنا ايش قد؟ نصف القاعدة في الارتفاع، تطلع قيمة للعزم، بس نطلعها. شباب انتبهوا عليها، بعد ما رسمت الشير شلون ارسم المومنت؟ احنا عندنا طريقة سهلة، هي المومنت ناخذ القيم مالته بانه المومنت يساوي مساحة الشير، مساحة الشكل اللي فوقها. هسه انا اول ما بديت هنا مطلعت قيمة الرياكشنات، انا ايش عندي؟ عندي فيكس
وعندي هنا رولر، رولر بي راكشن واحد، الفيكس بي ثلاثة، اكس واي موجود، لازم اطلع عندي. بعد ما طلعتهم طلعت لي قيمة المومنت هنا بالسالب، فيكس دائما بالسالب تكون قيمة المومنت مجهولة، إذا إلا لا هو نعطيها أو مو دائما، هي حسب التحليل. هنا هسه بالسالب 40، يعني يبدي ب40، شلون وصل لهنا صار 23؟ تعرفون شلون؟ هاي النقطة يعني مساحة هذا الجزء منا، لأن هذا الشبه المنحرف شنو مساحته؟ مساحة شبه المنحرف الضلع الكبير زائد الضلع الصغير على 2 في المسافة بيناتهم، يعني 50 زائد 35 على 2 في 1.5، طلع لي شقد؟ خلينا نشوف طلع لنا شقد. 50 زائد 35 تقسيم 2 في 1.5، 63.75 بالموجب. طبعا لا موجب، بما انه عندي عزم سالب يروح السالب ياكل من الموجب، يعني 63.75 ناقص 40 ناقص 40 يساوي 23.75، وهكذا من هنا ايضا هم احسب الضلع الكبير زائد الضلع الصغير، 35 زائد 20 على 2 في المسافة بيناتهم، طلعت قيمتهم موجب. موجب نحسبها 35 زائد 20 تقسيم 2 في 1.5، 41.25، طلعت لي 41.25. بما انه هنا عندي عزم، انتبهوا بالبي عندي عزم، انا ما ادري صادفني عزم قبل ما انتقل، هنا عندي عزم 23.75، لقاني عزم قيمته 65، يعني ايش قد؟ يعني 23.75 عزم معاكس هنا سالب ناقص 65، 41.25، يعني انزل 41.25 لجوه بالسالب. أريد أطلع مال هاي قيمة هذا الجزء المساحة، طلعت لي 41.25 بالموجب، سالب بياكل موجب يوصل هنا صفر. طبيعي انتبهوا حتى تعرف حلك صح، بالانترنال جوينت العزم يصفر، لأن يعني الجوينت مدربي ما بي عزم. بعدين هذني هذا الجزء أيضا، طبعا صفر قاعدة في الارتفاع، هاي يطلع 20 بالموجب، هنا صفر قاعدة في الارتفاع 20 بالسالب، ينزل يصفر. طلعت قيم العزوم، اجي على الرسم. هسه اجي اشتغل على الرسم، ايش عندي برسم؟ رسم مقسم اجزاء، شوف اما تحول الحديد الى خشب، تحول القوي الى ضعيف او الضعيف الى قوي كيفك، الا الان حتى تكسر هنا محول الحديد الى خشب، يعني شنو؟ يكبر عرض الحديد اذا حوله، قسم الحديد على الخشب طلع 15، يعني تضرب العرض مال الحديد في 15 فوق الجو، اقسمهم ايريا طلع كل ايريا مالتها السنترويد، وين اريد اشتغل بالنسبة من القاعدة العليا للسفلى بكيفك. هسه هنا وين مشتغل؟ 3000، 3000 في 10، ها هنا مشتغل بالنسبة للقاعدة السفلى، دا يطلع النيوترال اكسس من القاعدة السفلى، ف 3000 في 10 في بعد سنتر عن نيوترال اكسس في 5، الواي برايم 5 تضربها، تحطها تضرب الواي برايم في قيمة في 30000 في 10 يصير 150000. بعد اصعد لهنا هذا الجزء ايش قد قيمته؟ هذا شوف، تريد تشتغله شبه منحرف، تريد تقسمه انه مقسم مستطيلات، كيفك انت تقسيم الشكل بكيفك، يعني تقدر تشتغل هذا القسم شبه منحرف كله. صار عندك السنة كم جزء؟ 1 2 3 4، انت تقدر، انا هسه اقدر اسوي 1 2 3 3 اجزاء بس، هذا كله اشتغله شبه منحرف، تمام. بس شبه المنحرف لازم تروح تطلع السنترويد مالته، ما تعرفه، فالافضل تقسم المستطيل المثلثين، تمام. هسه 2، 6000
في 10. في بعد سنتر هاي المساحة عن القاعدة السفلى، هسه هاي المساحة الأولى 3000 في 10 في بعد سنترها عن القاعدة السفلى، 11 بالنسبة للقاعدة السفلى، يعني 10 على 2 5، بس فوق 6000 في 10، 10 على 2 5، يعني هذا البعد كله 10 زائد 360 زائد 10 300 370 380 ناقص 5 ناقص نصف الفوق، يعني 5 زائد 360 زائد 10، دا أحسب كل النيوترال أكسس بالنسبة للقاعدة الجوة، أجي على جزء البعدة 3، 3 هذا مستطيل، 200 في 360 في السنتر مال تشقد 360 على 2، 360 على 2 360 هذا على 2 180 زائد 10، سنتر هذا الجسم عن القاعدة الجوهر. بعد هذين المثلثات 2، آخر مثلث 1 وضربه في 2، نصف في القاعدة، نصف في 100 في الارتفاع 360 تمام، في 2 يعني عندي مثلثين، في بعد سنترهم عن القاعدة الجوهر، المثلث إذا الرأس ما اتصل لي جوه ثلثين، ثلثين لثلاثمية وستين، ثلثين لثلاثمية وستين زائد 10، ثلثين لثلاثمية وستين زائد 10، صار بعد سنتر عن القاعدة الجوية. إذن كل نجمع هاي قسمه على مجموع هاي حيطلع لي بعد السنترويد أو النيوترال أكسس عن القاعدة الجوية. كيفك يجوز تاخذ تحسب البعد عن القاعدة الفوق كيفك، فهو نفس الشيء. بعد ما طلعت النيوترال اكسس اجي احسب الايات، احسب الايات مال كل مساحة. شلون هاي النيوترال اكسس الكلي يساوي المساحة جوة 3000 في 10 كيوب على 12 زائد بي اتش كيوب على 12 زائد المساحة 3000 في 10 في بعد سنتر عن النيوترال اكسس. شكد طلعنا النيوترال اكسس 228.94 ناقص سنترها شقد، لازم اطرح 5 نص العشرة ناقص 5 كل تربيع، زائد المساحة الثانية 6000 بي اتش كيوب في 10 كيوب على 12 زائد 6000 في 10 في بعد سنتر عن نيوترال اكسس. يعني شنو شلون اطلعها؟ اقول بس نجي بالنسبة للنيوترال اكسس، حددت موقعه، طلعت بعد الالياف الجو عن النيوترال اكسس، الالياف فوق شلون اطلعها؟ اطرح هذا الجزء عن الارتفاع الكلي، الارتفاع الكلي 10 زائد 360 زائد 10 ناقص 228.94 طلع لي 151.06. هاي 151.06 اطرح من عندهم منتصف هاي المساحة، يعني ناقص 5 كل تربيع، طلعت بعد سنتر هاي المساحة عن النيوترال اكسس. هسه نجي على المساحة الثالثة، المساحة الثالثة 200 في 360، 200 في 360 كيوب على 12 زائدا مساحة 200 في 360 زائدا شلون نطلع بعد سنترها؟ بعد سنترها هاي 228.94 ناقصا مش قد نص ال 360 كل تربيع، يعني تمن هتقسم نص ال 360 طلع سنترها، تطرحها عن بعد السنترويد عن القاعدة الجوهر راح يطلع ايش قد، عفوا هنا أنا بس اكو شغلة خلنا نعيد هاي الخطوة مال المساحة رقم 3، 200 في 360 على 12
دي اتش كيوب على 12 زائد 200 في 360 زائد المساحة. هسه اريد اطلع بعد السنتر مربع بعد سنتر هاي المساحة عن نيوترال اكسس. شلون اطلع بعد سنتر عن نيوترال اكسس؟ طبعا ما عليه بالجوة، لازم اطرح 228.94 ناقص 10 وصلت لهنا. يطلع على هذا البعد 218 من هنا 218.94 ناقص 360 على 2 كل تربيع. كملت زائد وصلت للمثلثات. مثلثات هنا مال مثلث واحد واضربهم في 2 مثلث واحد. السم الاي مال المثلث بي 100 في الارتفاع 360 كيوب على 36 زائدا نصف في القاعدة في 100 في 360 في بعد سنترها هاي المساحة مال المثلث عن نيوترال اكسس. شلون اطلع هذا البعد؟ 151.06 ناقص 10 حتى اوصل للمساحة 141.06 ناقص السنترويد. شلون اطلع السنترويد؟ هنا ثلث ل 360 يعني 151 141.06 ناقص ثلث الارتفاع ثلث ال 360 كل تربيع. كملت كله اصفي اجمع يطلع لي بالاخير 3.947 في 10^9 ملم اس 4. بعد ما كملت الاي وعندي الام مطلعه اجي اشتغل عليهن الإجهادات على السكشن كله. أبدي من نقطة A إلى نقطة F. وين نقطة A؟ وين نقطة F؟ هسه راح نجي عليها. هنا هذا السكشن نرجع عليه، نرجع على السكشن الأصلي. نقطة A بداية الحديد، وارسم هنا مخطط توزيع الإجهادات. انتبه على مخطط توزيع الإجهادات، ترسم السكشن وقباله التوزيع مالته. أجي على النقطة A. نقطة A بما أنه أنا محول الحديد إلى خشب، يعني أضرب معامل التحويل 15 في المومنت. يا مومنت نشوف، يا مومنت كم مومنت أنا عندي؟ عندي 40 23 41 20. وش ده يقول؟ تبعنا السؤال يقول احسب لي توزيع الإجهادات للعزم الموجب فقط. كم عزم موجب عندي؟ عندي عزمين موجب، آخذ أعلى واحد بيهم 23.75 وأحل السؤال. 15 في 23.75 أحوله إلى نيوتن متر، أضربه في 10^6 في ال سي في السي. يا سي انتبهوا عليه، هنا عندكم السي 2 اللي 151.06، السي ده يعاني اللي ده يعاني شد، واللي ده يعاني ضغط 228.94، يعني هنا الإجهادات العزم الموجب يصير عندي فوق. المهم السي 2 السي 2 السيما اللي من ضمن الستيل هو هذا 151.06 اللي من ضمن الستيل، حافة الستيل فوق نقطة A. إلى أن أوصل للجو أشتغل على 228.94، يعني هسه أنا أشتغل عليه من على 151.06 على الآي. طلعت لي قيمة الإجهاد أقسمها، هي ما أقسمها تبقى نيوتن مليمتر مربع ميجا باسكال 13.634. أجي على نقطة B. نقطة B أيضا أنا بعد لي بالستيل بس بالحافة السفلى، وأيضا أستخدم معامل التحويل. هنا أنا حولت الستيل إلى خشب، المومنت أستخدمه نفسه. السي هنا أنا وصلت للحافة السفلى، لازم أطرح 10، أطرح هذا البعد الفوق. وصلت لهنا طرحت 10 على الآي، طلعت قيمة الإجهاد. هل قيمة
سيجما موت هي جاية بداية الفشل اللي هي بنقطة سي. هنا ما أضرب معامل تحويل لأنه أصلا أنا راح أشتغل بالفشل. العزم نفسه السي 2 ناقص 10 اللي هنا بنفس المكان مال بي على الآي طلعت قيمة العزم بالفشل. بدي أجي بدي انتبهوا على هنا ايضا انا بالخشب وما اضرب معامل تحويل لان انا اقدر اشتغل بالخشب. حولت الحديد الى خشب استخدم العزم 23.75 في 10 6 في هنا أنا يا سي انتبهوا عليه حنرجع نزلنا جوا الميتر الاكسس يعني اشتغل على 228.94 بس انا هنا مكاني هنا مكاني بالدي يعني 228.94 ناقص 10 نعم قد طلع 218.94 على الاي طلع فقد قيمة الإجهاد. انزل لي جواب الاف بعدني مو بالاف بالاي بس كملت النقطة دي اجي للاي اللي هي قاع حافة الاستيل السفلي العليا او قاعدة الاستيل العليا ايش قلت اضرب معامل تحويل عند اشتغل بالاستيل 15 ام نفسه أيضا C1 ناقصا 10 على الآي طلعت الستيل. أنزل لي جوا بالإف أيضا معامل تحويل 15 في الإم في 228.94 على الآي قيمة الإجهاد. نجي نرسم توزيع الإجهادات أجي على توزيع الإجهادات إيش يصير عندي أنا بالميم بهذا الشكل بي بهذا الشكل ده يصير بي فوق إجهادات موجبة جوا سالبة يعني رسم الديفليكشن عكسها يعني هو ايش ده يصير بي ساقق ده يصير بي ساقق يعني ايش تقعر للعلاقة. المهم انت ترسم خط توزيع الاجهادات فوق النيوترال اكسس تعاكس جوا النيوترال اكسس. اذا هاي رسمتها منها فهاي تعاكس هاي رسمتها منها. انت دائما فوق تبدي بالفوق موجب وجوا النيوترال اكسس سالب تجي نرسم هنا تلتاش بوينت ستة ثلاثة أربعة نقطة اي نقطة بي أرجع 12.73 نفس نقطة بيبع تحولت على الخشب ايش قد قيمة الخشب 0.848 هنا صارت كسرة بالمخطط. انزل دي جو حولت الى نقطة دي ايضا بالخشب قيمتها 1.317 بس بالاتجاه الثاني طبعا بالمتر الاكسس تصير انقلاب بالإجهادات نقطة الانقلاب قيمة صفر زين. أريد أجي على نقطة F 19.76 أحول على نقطة E 19.76 نقطة F راح يزداد 20.66 يكون هذا رسم الستريس ديستريبيوشن اند بوينت. طبعا اشوف ان ستريس ديستريبيوشن اند بوينت بي ديو تو ماكسيموم بوزيتيف مومنت هذا نتيجة الإجهادات الموجبة نتيجة العزم الموجب يعطيني إجهادات موجبة وهنا نتيجة العزم السالب يعطيني إجهادات سالبة اللي جوا النيوترال اكسس. اريدك تعيد لي حل السؤال اشتغل لي نفس المطالب هنا انا ايش طالب منك تحويل الحديد الى خشب لا انت اشتغل لي هسه بالعكس حول الخشب الى حديد واشتغل بنفس المطالب اللي رايدها منك بس هو هنا ايش طالب انه مطلب انت يقول لك ارسم لي خطة توزيع العزوم ايضا انت ترسم خطة توزيع العزوم draw stress distribution due to maximum positive moment only. هنا قايل لك ارسم لي مخطط توزيع الاجهادات للعزم الموجب فقط ما نشاريت ارسم لي مخطط توزيع الاجهادات
العزم السالب فقط نفس القيم، وحول لي هنا، نعم حول هو الحديد إلى خشب، أنت هنا هسه حول لي الخشب إلى حديد، يعني ضعيف إلى قوي، يعني راح تصغر عرض مقطع الخشب. تحياتي لكم جميعا.